لكن عايز اروح بقى للشخص اللي انا شايف انه لو كان تعامل مع موهبته كلاعب كوره زي ما بيتعامل مع موهبته كراجل محلل كان راح في حتت كبيره جدا، الكابتن ابراهيم سعيد. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز النهارده، طبعا فوز معنوي. يمكن دي نتيجه الفتره الاخيره المدرب ابتدى موسيماني بصراحه عامل شغل مع النادي الاهلي بصراحه، انا بحبه جدا لان مدرب كوره، والنهارده حتى ابتدت البصمات بتاعته ابتدت تظهر في الملعب في كوره. النادي الاهلي كان في الفترات الاخيره ما فيش الشكل ده، حتى اللعيبه نازله عندهم ثقه في روح حلوه جدا جوه الملعب. الحاجات دي يا فاروق صدقني بتفرق بشكل كبير جدا ما بين اللعيبه مع بعض، وخصوصا في المباريات اللي هي قبل النهائي او النهائيات. هو المدرب بصراحه اللي انا شايفه ان هو مدي ثقه للعيبه، وفي نفس الوضع مخليهم عارف اللي هو بيلعب كوره، مفيش استعجال. يعني النهارده لو كان حسين الشحات موافق النهارده كانت النتيجه ممكن توصل 3-4، نفس القصه مروان محسن. ابتدى يبقى في شكل اداء للنادي الاهلي، وده اللي عاجبني مدرب كوره. طبعا هو جه في فتره قصيره جدا، بس انا شايف ان في بصمات لموسيماني جوه الملعب. وطبعا هو بعد الفوز النهارده ادى يعني طموح كبير جدا للعيبه، ودي اعتقد ان هتفرق بشكل قوي جدا في الفتره اللي جايه، خصوصا في المباراه اللي جايه قصاد الوداد. واعتقد ان الاداء هيبقى افضل من كده، وانا شايف ان تصاعديا النادي الاهلي اداؤه افضل. بس في نفس الوضع ممكن ناس كتيره جدا دلوقتي شايفه ان خلاص وصل للنهائي فمطالب بالبطوله. انا بصراحه انا بحييه جدا في ظل الامكانيات وفي ظل الظروف الوقت اللي موجود قدر ان يعمل شكل النادي الاهلي بشكل كويس، وابتدت بصمه النادي الاهلي انا شايفها بصراحه. انا واحد من الناس وانا بتفرج في روح وفي اداء كويس يخلي حتى يدي اطمئنان للاعيبته وبيدي اطمئنان للجمهور. طيب ده استمرارا لثقه كل نجوم الكره القدامى وكل الخبراء والمحللين في بيتسو موسيماني.